بطموحات ريادة الجو، فتاة مصرية تحلق في السماء. زينب حسن عبد الوهاب، أول كابتن طيار من محافظة دمياط، تحدت صعاب وأعراف المجتمع الريفي كي تصبح رحالة تجوب العالم. حلم ابنة 23 عاما بدأ يراودها منذ نعومة أظافرها، وكبر معها حتى أصبح رفيقا ملازما لها لطالما تمنت تحقيقه. فهي تعشق الطيران والطائرات، وكانت تسافر سنويا إلى لبنان. ورغم معارضة الأهل ودراستها للتجارة وإدارة الأعمال، إلا أنها فور تخرجها قررت وفي إصرار تغيير محرك مستقبلها المهني من خلال الالتحاق بأكاديمية تعليم وتدريب الطيران. وبعزيمة الأبطال اجتازت الاختبارات لتنال بعدها رخصة قيادة طائرات مدنية من كافة الطرازات. وفي أسعد لحظات قيادتها لأول رحلة طيران سجلت إنجازا جديدا للمرأة المصرية.